18/9/2016 قام الطيران الإجرام الروسي والإجرام السوري ليلة الأمس بقصف بلدة حور، مما أدى إلى ارتقاء حوالي 16 شهيد وإصابة 10 جرحى. هم يريدون قتل الحياة، هم يريدون قتل أكثر عدد ممكن من المدنيين المعزل. كما تشاهدون هنا سوق، لا يوجد لا جبهة ولا يوجد مرصد ولا يوجد أي وجود لأي جيش حر أو فصيل إسلامي أو غيره. هم يريدون قتل المدنيين، هم يريدون إعدام الحياة، وهم يريدون إعدام المظهر الحياة الطبيعي، ويريدون عقاب الشعب على طلبه الحرية والكرامة. قبل ذلك قام طيران الإجرام الروسي والإجرام السوري بخرق الهدنة عدة مرات وضرب عدة أماكن، سواء كان بالرجمات الصواريخ أو بالمدافع أو بالطيارات.